السلام عليكم. اليوم غادي نكون في حلقه جديده في برنامج جديد سميتو فضفاضات بنات. اليوم غنهضروا على الوالده، الوالده ديالي ديالك ديالنا كاملين، الله يخليهم لينا. حيت الام مدرسه، هي المدرسه الاولى ديالنا قبل من المدرسه اللي كنتعلموا فيها. كنتمناو انت او لا انت تبارطاجيو معنا ذكريات خاصه بكم مع الامهات ديالكم، الله يخليهم لكم الام في القلب. نضرب لكم موعد جديد في حلقه جديده، الى اللقاء.